خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد السبعي. بعد القمة العربية أو القمة العربية الإفريقية، هذه المرة الاتحاد الأوروبي في خطوة غير مسبوقة يرفض تمثيلية البوليساريو في اجتماع أوروبي إفريقي، ولأول مرة غادي نشوفوا تفاصيل هذه الواقعة. هناك أخبار كذلك متعلقة بجديد القيود المفروضة من فرنسا على طالبي التأشيرة المغاربة. السفير الفرنسي كيخرج بواحد التصريح، وكيخرج بتصريح آخر كذلك حول مغربية الصحراء، غادي نشوفوا كذلك في هذه الحلقة. ولدينا لكم مفاجأة من العيار الثقيل، الكشف عن بوادر عملية إرهابية كانت تستهدف الملعب اللي لعب فيه فريق الوداد البيضاوي وصن داونز. الكوارث مازال غير مستمرة، قنبلة يعني في آخر لحظة، الشرطة الأمن الجنوب إفريقي يتدخل لمنع الكارثة. غادي نتكلموا كذلك على هذه التفاصيل إضافة إلى مواضيع أخرى في هذه الحلقة المليئة بالأخبار والمتنوعة. تبعوا معنا من الأول حتى الآخر على بركة الله. مشينا مع محمد السباحي، خدنا تحية مجددة. نشرنا لكم الصباح ديال الفيديو ديال شي متظاهرين مغاربة خرجوا من جماعة معروفة، راكم كتعرفوها، خرجوا في احدى المدن المغربيه للتضامن مع فلسطين. مزيان ما قال لكم حتى شي واحد، لا حتى شي واحد ما قال لكم ما تضامنوش. جميع الدول اليوم العربيه والاوروبيه يعني كعات من هاد كثره المظاهرات، وبدات كتمنع مصر الاردن الجزائر، بعدا ممنوع كاع يدخلوا، خرجوا غير جوج يقولوا نحن مع فلسطين، ممنوع هذيك انتيردي ما كايناش. حنا في المغرب عاطينهم الحق، ومع ذلك كتلقى البعضين خارجين وكي يصفوا الحسابات ديالهم مع رموز الدولة. خرجوا شي وحدين كما كتشوفوا، ومن بعد الحلقة لقيت التويتر، خصوصا تويتر النخبة يعني ديال الإعلاميين وكذا المغاربة، طاليين التويتر بواحد التويتة أو بزاف ديال التويتات التضامنية مع أندري أزولاي. أنا بنقول لكم واحد الحاجة، وهذا هي التمغربيت والسر ديال التمغربيت. المغاربة جنود مجندة كالبنيان المرصوص حينما يتعلق باستهداف المغرب. ملي خرجوا هادو كيسبوا في أندري أزولاي، فهما بغاو شي روينة تنوض في البلاد، بغاو شي قمع ينوض في البلاد. هما بغاو القمع، هما بغاو يتقمعوا، ما قمعتهمش الدولة ملي كيخرجوا يتضامنوا مع فلسطين، ولكن بغاو شي شعارات باش الدولة تقمعهم. إذا اليوم أندري أزولاي اللي هو مستشار الملك، حنا كنعرفوا الملك واش غادي يدير شي مخلويط حداه مستشار، واش غادي يجيب شي صهيون ويردو يجلسوا حداه مستشار. الحكومة نقدر نقول حنا اللي كنطلعوا، الشعب اللي كيطلع، ونحن نتحمل مسؤولية هذوك الناس اللي طلعناهم. ولكن الملك واش ما تيقنش في الملك؟ واش لهذه الدرجة اليوم حسابات بعض الجماعات الإسلامية مع الملك وصلت إلى الضرب في رموز الملك؟ أندري أزولاي رموز من رموز الملكية لأنه مستشار ملكي. هذا السيد اللي تزاد سنة 1941 مغربي يهودي أمازيغي رفض أنه يهجر إلى إسرائيل. دابا كون مشاور إسرائيل راه كون دابا شي كون قدر يكون رئيس إسرائيل، علاش لا كاع، ولا يكون رئيس حكومة، ولا يكون عنده واحد المنصب قداش في إسرائيل ويكون حاكم من حكام العالم. هو اللي أسس واحد المنظمة سميتها هوية وحوار، الهدف ديالها هو الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان صاحب المقولة الشهيرة أمن إسرائيل لن يتحقق إلا ببناء دولة فلسطينية مستقلة. إذا شنو بغيتوا من هذا السيد؟ كنتي مختلف معه سياسيا؟ جي صفي أمورك السياسية معه هنا في المغرب في وقفة احتجاجية عليه، دير عليه أندرو أزولاي، دير عليه وقفة، ماشيش تمشي تخبى وراء فلسطين باش تصفي الحسابات ديالك معاه. اليوم حنا كنقولوا النيابة العامة والأمن الوطني، اشنو اللي منعهم اليوم ما يدخلوش من اجل انهم يوقفوا هذه المهزله؟ هذا راه اليوم واش غير اللي جا، واش انا دابا ممكن نمشي انا نشد شي شخصيه عامه خصوصا قريبه من الملك ونبدا نقول عليه صهيوني ونقول عليه شي كلام ماشي هو هذاك؟ زعما عادي نورمال
هذا من يعني ديسكور خطاب كنوجهوا للناس اللي مسؤولين على الامن في هذه البلاد. ربما كاينين الناس اللي اقل قالوا اقل من هذا الشيء اللي قال هذا السيد، وراه ما تشدوا في الحبس وترباو. سيده خرجت قالت لهم ها كورونا راه كذوب ما كايناش، ومشات تحاكمات. انا ارى بان ما قاله هذا الشخص اليوم اخطر بكثير 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 على ديك السيده اللي قالت لهم لا كورونا ما كايناش ومشات تشدت في الحبس. اذا كنتمنى اليوم ان المسطره تتحرك في حق هذا السيد باش ما يبقاش شي واحد يطاول على الدوله المغربيه وعلى رموز الدوله المغربيه. واحد العنف تعرض لي كذلك واحد المغربي اخر فين في الصبريون هاد السيمانه، كان شي وقفه احتجاجي ديال البوليساريو. مغربي حر تحدى العشرات او المئات اللي مخلطه ما بين جزائريين وبوليساريو وصبريونيين ينادون باستقلال البوليساريو وداك التخربيق ديالهم. المغربي دخل وسط هذه المظاهره والحميه الوطنيه. هادو هما المغاربه، هادو هما المغاربه، ماشي تجي تصور على الامن الوطني وتبدا تقول اندري ازولاي صهيوني ولا مستشار الملك صهيوني وعارف انت الامن ما غادي يمسك. هذا مغربي حر مشى وسط الارهابيين ديال البوليساريو وقال الصحراء مغربيه. للاسف الشديد تم تعنيفه. نشوفوا الفيديو كامل، وكنتمنوا السفاره المغربيه والقنصليات المغربيه في اسبانيا تتبنى الملف ديالو من اجل محاكمه هؤلاء الحمقى. صحراء مغربية أي 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 صحراء مغربية أي أي صحراء مغربية أي أي صحراء مغربية لا ماشي كنهضروا بالسعد مع العينين ديالنا مشات بسبب الوطن والمالك والصحراء فهمنا هذا خير ماشي باش نساو البوبريج راه موراش ما عيطش ولكن ديما الصحراء المغربيه خارج ديال الوطن فهمنا كلشي كيبرى الا الوطن. كل التضامن مع هذا المغرب الحر، هذا هو المغرب اللي رمى نفسه في النار من اجل الوطن من اجل المغرب. ماشي واحد يقول عن نفسه مغربي ويمشي يخدي اجندات مشرقيه واخوانيه هنا في المغرب. ايوا ندخلوا لكم الخوت لواحد الخبر خطير جدا. حنا حمدنا الله وشكرنا الخوت من اللي غير فريق الوداد البيضاوي ووصل الى المغرب سالم غانمها. الله يرد شي بطوله والله يرد شي كاس. اللي وقع البارح الخوت هو ان السلطات ديال جنوب افريقيا وجدت قنبله وسط الجماهير. عدد من وسائل الاعلام قالت انه ماذا تفعل هذه القنبلة هنا؟ ما موقع هذه القنبلة هنا؟ اليوم بحضور انفانتينو موتسيبي واحد 60,000 ديال الجمهور تقريبا ومباراة تتناقلها وسائل اعلام عالمية يوقع هذا الخرق او هذا الاختراق الامني الخطير. ماشي شي قنبلة صغيرة، قنبلة قدها قداش كما كتشوفوا معنا في الصور. لحظة الكشف عن هذه القنبلة من طرف الامن ديال جنوب افريقيا. الحمد لله ودي ملي جاينا فريق الوداد البيضاوي غير سالم غانم ودوك الوليدات وصلوا الوطن ديالهم وعند الامهات والاباء ديالهم بخير وعلى خير الحمد لله. قلناها لكم، قلنا لكم بدا التحرش بفريق الوداد البيضاوي من الفندق، من الفندق اطلاق النار. راه جنوب افريقيا هي البرازيل ديال افريقيا، كيقولوا البرازيل افريقيا تونيات كيتشابوا ديالهم، وزيد عليها كذلك حتى على المستوى الامني. يعني ما كاينش شي امن في جنوب افريقيا والناس اللي عايشين في جنوب افريقيا عارفين هذه الامور جيدا. بعض الاعلاميين القريبون من السلطه في جنوب افريقيا من اجل انهم يبعدوا على هذه الفضيحه قال لك لا هذيك القنبله كانت فقط من اجل الجمهور جابوها باش يطلقوا بعض القنابل الاحتفاليه بالجمهور يعني بالفوز وبكذا وبكذا، وهذا تم بالتشاور مع الجهات الامنيه. المهم كيقلبوا على مبررات. انا ما عمرني ما شفت هاد القنابل قدها قداش بطلق من وسط الجمهور. الشهوب مازال كنعرف دوك الشهوب كيجيبوهم بحال واحد لي تويو مخبيين كذا وكتطلق من وسط الجمهور. ما قلناش
ولكن قنبلة بحال هذه راه لا إله إلا الله، كانت الكارثة ستقع لولا الأقدار ولا لولا الألطاف الربانية. الحمد لله وعلى سلامة فريق الوداد البيضاوي. إيوا ندخل لكم البعض الأخبار الأخرى المتنوعة. هذا السفير ديال هنغاريا يعني أعجب جدا بالبنية التحتية ديال المغرب، وعبر عن إعجابه الكبير كذلك بالبراق، وقال بأن هنيئا للمغرب وشيء زوين بزاف. كذلك واحد اللجنة مشتركة كانت اليوم بين المغرب وأذربيجان، من خلال وزير الخارجية الأذربيجاني عبر عن دعم بلاده مجددا لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي. اليوم أوروبا حتى هي بدات كتلعن الشيطان او شق قريصه ديال الودن من طرف المغرب. كنقول لكم شوف المغرب راه محرك في الدبلوماسيه ديالو من 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 تحتها في الخفاء، لان ما وقع يعني ما وقع قبل احداث الصماره ليس كما سيقع بعد احداث الصماره والتفجيرات. بدا تصنيف هذه المنظمه ديال البوليساريو على اساس انها منظمه ارهابيه، واليوم سيكون بعض الزعماء ديال الدول التي تحترم نفسها محرجه انها تجلس في نفس الطاوله مع هؤلاء الارهابيين. بعد الحادثه ديال القمه العربي القمه العربيه اللي كانت غتكون الافريقيه في السعوديه ورفض السعوديه حضور وفد ديال البوليساريو، هذه المره الاتحاد الاوروبي ولاول مره شفنا اخر قمه اوروبيه افريقيه حضر فيها بن بطوش الى بروكسل، ولكن اليوم هناك اخبار جديده على انه كان سيكون اجتماعا مشتركا قريبا بين افريقيا واوروبا، وتم تاجيله بسبب رفض اوروبا تواجد هذه العناصر ديال البوليساريو. العناصر ديال البوليساريو اليوم باقى عندها واحد الحمايه قانونيه من طرف الاتحاد الافريقي بصفتها عضوا في الاتحاد الافريقي، وراه دخلتها في الثمانينات الجزائر وعارفين الظروف كلها، ولكن اليوم العالم بدا يرفض الجلوس مع الاتحاد الافريقي حتى يتم طرد هذا السرطان. كونوا اكيدين قريبا ان شاء الله الطرد سيكون، والاتحاد الافريقي بدا يحرج من تواجد هذا الكيان الوهمي، هذا الكيان الوهمي الذي يشتغل بدعم ايراني. كنا قلنا لكم في واحد التقرير في احدى الحلقات ديالنا بان صواريخ اراش الايرانيه أصبحت تعتمد عليها البوليساريو. نعم، وهذا ما كان صور جديدة كتنشرها لنا العصابة ديال البوليساريو كتبين بالملموس وبالواضح للعيان بأن الصواريخ المستعملة هي نفسها الصواريخ التي تحدثت عنها مجموعة من التقارير الإعلامية وتكلمنا عنها في إحدى حلقاتنا أنها صواريخ أراش الإيرانية، وهذا يثبت تورط إيران الكبير في الضربات الإرهابية اللي كانت على المغرب. إيوا نجيو لكم إلى فرنسا. فرنسا بدأت كتلعن الشيطان، فرنسا بدأت تعود لرشدها. آخر الخرجات هذه المرة ديال السفير الفرنسي، السفير الفرنسي الجديد دارت معاه راديو دوزيم، داروا معاه واحد اللقاء ولقاء زوين. أول حويجات فيها مهمة للمغاربة بعد سنوات ديال الشد والجد بين المغرب وفرنسا على مسألة التأشيرات. اليوم السفير الفرنسي كيقول بأنه تم رفع جميع القيود المتعلقة بالتأشيرة لطالبي التأشيرة من المغاربة، وبالتالي هذا أحد الأمور اللي كان المغرب يحتج بها على فرنسا اللي هو مسألة التأشيرة. وهناك أمر آخر هو تجديد فرنسا تأكيدها على دعمها لمغربية الصحراء. شنا ربما سنوات هذه وحنا ننتظر جوابا صريحا. فرنسا كتمعنا دائما في القرارات الأممية مع المغرب ومتقربة من المغرب. آخر قرار أممي عبرت فيه فرنسا عبر مندوبها دعمها الثابت والتاريخي لمغربية الصحراء والحكم الذاتي. هذا التعبير تم تأكيده مرة أخرى من طرف السفير الفرنسي هنا في المغرب، وبل أقر واعترف أن فرنسا يجب عليها
ان يعني ان تمشي بعيدا في هذا الطرح، وهذا ربما كيقول لنا بانه سيكون شي قرار اخر تاريخي هذه المره، ربما من ايمانويل ماكرون ام من وزاره خارجيه فرنسا. اذا هذا ما لدينا الخوت في هذه الحلقه، شكرا جزيلا لكم على الدعم ديالنا، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.